بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح أتكلم في هذا الدرس الصغير جدا عن ثلاث فوائد عن الإعجاز الرقمي. أول فائدة وهي إثبات أن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. ثاني فائدة وهي أن القرآن لم يحرف. ثالث فائدة إثبات أن لا يمكن الإتيان بمثل هذا القرآن، والله أعلم. ولو اجتمعوا